اهلا بيكم، عاملين ايه النهارده؟ معاكم من محل بيتا بيت ستور، عن محل استاذ ابراهيم. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه الاخبار؟ كويس الحمد الحمد لله، لله انت نورتنا والله. الله يخليك. الله يكرمك. نبدا دلوقتي. استاذ ابراهيم ما يورينا الحوض اللي عنده، كل الاسماك اللي موجوده عنده. طبعا عنده مستويات حلوه جدا، سواء سيكليت، جوبي، سورد تيل. هنشوف دلوقتي مع تمام، احنا هنبدأ هنا كده بالسيكليد الافريقي الاول. معانا الفاير هنا، وفي الالكتريك بلو والريد شولدر. اسعار بقى يعني بتبتدي من 60 ل 150 الفاير، وفي الالكتريك عامل 100، وفي الريد شولدر عامل 60، وفي مستوى تاني الريد شولدر عامل 75، حجمها 10 سنتي يعني. وهنا برضو عندنا فاير الالبينو، وعندنا فاير بلاتينيوم، في جيروف بيور، في ريد شولدر، في الاو بي، مستويات رساله، في بلو دولفين، في برضو حته فرانتوزا، برضو كل حاجه، ويعني كل حاجه وسعرها يعني. ممكن نتصل باستاذ ابراهيم ونعرف منه الاسعار. في هنا مستويات برضو تانية من السنو وايت والبلو دولفين والمابونا واليالو لاب. في الدولفين هنا حاجة مثلا من 7 ل 9 سنتي، في السنو وايت عين حمرا ده بيبقى برضو حاجات من 8 سنتي ل 10 سنتي زي ما انتوا شايفين كده، وفي اليلو لاب بقى برضو حاجة زي كده من 6 سنتي، وهنشوف تاني في حاجات تانية اليلو لاب يعني. هنا برضو عندنا تشكيلة تانية من السكة الأفريقي، في حاجات فاير، وفي ريد دراجون، وفي المستوى الريد شولدر اللي احنا قلنا عليه من شوية ده اللي هو ب 75، في الاو بي، او بي يلو ده الحته دي بتبقى عامله 60، في طبعا في حاجه تانية تبقى عامله 150، في اللي جوه برضو في بلو ريجل برضو الحته تبقى عامله 60. بس هنا بقى الحاجات الافريقي اللي هي من 4 سنتي ل 6 سنتي، عندنا طبعا مستويات، في الديكاترا البينو، وفي الديكاترا اللي هي العادية، وفي الأفرا، وفي اليالو لاب اللي احنا قلنا عليه، في برضو هنا مستويات من 4 سنتي ل 6 سنتي، في السنو وايت، في او بي اورنج، في روبي ريد، في جراف هاجين. كل ده بقى حاجات من بتبتدي من 25 ل 40 يعني. هنا برضو في معانا ديماسوني رسالة، ده بيبقى الحتة عاملة 70، ده مقاس 4 سنتي، في سنو وايت مقاس 4 سنتي دي عاملة 35، وفي كمان اليلو لاب الصغير ده الحتة عاملة 15. في هنا مجموعة ريد شولدر دكر وتلات نتي برضو معانا، دي المجموعة بتبقى مع بعض كلها يعني. هنا كمان في المتوحش، اللي بيحب المتوحش أستاذ إبراهيم هيكلمنا عليه. في هنا أوسكار حاجة كده 11 سنتي، دي سوبر ريد، وفي حاجة تايجر برضو 11 سنتي، في بقى اسعار يعني بتبتدي من 100 يعني. هنا برضو عندنا الجوبي الهاي جريد اهو، استاذ ابراهيم ما يكلمنا عن الاسعار. تمام، هنا كده الجوبي الاليفنت اير دامب اير، حاجه مستويات يعني شغل رسايل، الجزء هنا بيبقى ب 30، العرض طبعا عشان نستثمر شويه هنقول ان احنا هنعمل 3 اجواز ب 80 بدل 90 يعني. برضو عندنا جوبي تاني اهو، مستويات نظيفه. هنا برضو مستويات اليفانت اير، حاجات كبيره شغاله برضو نفس الموضوع. في حاجات حوامل او في في حاجات في حاجات برضو هنا الجزء بتاعها 40، وفي جزء ب 30، ويعني مستويات. هنا في حاجات بقى يعني مستويات انجل كوي، حاجات للناس اللي عايزه الاجواز وتفرغها، في حاجات كده كبيرة الحتة بتبقى عاملة 75، ده انتوا شايفين المستوى يعني. في هنا انجل برضو حاجات شباب ماربل، ده الجزء بيبقى عامل 25. في كمان هنا انجل اصغر من الحجم اللي فات، ده بيبقى الجزء عامل 15، وفي الفايتر الالفانتير اللي جوه دي لو استاذ شوية يعرف يجيبها لنا جوه خالص. في كمان ايه الالفانتير الفايتر،
الحتة دي برضو دي رسالة عاملة 75. في هنا بقى معانا تشكيلة بلاتي كويسة جدا، في حاجات هايفين كده زي ما انتوا شايفينها، وفي حاجات بلاتي ريد عادي اللي هو الويك تيل، وفي بلاتي بلو، في بلاتي التايجر. تشكيلة يعني اي جزء من هنا عامل 30 ان شاء الله. المدرعات اللي تحت دي مجموعة برضو مع بعض عاملة 60 مجموعة مع بعض، وفي طبعا الهيلينا سنيل برضو عشان ما ننساهاش، الواحدة عاملة 20. وفي هنا برضو الاب سايد داون حاجة كده 4-5 سنتي، الحتة بتبقى عاملة 35. في هنا برضو معانا تشكيلة مولي حلوة جدا، تشكيلة مولي عادي وداست وبلاك، وفي هلالي، في حاجات جواز من اول 10، وفي 15، وفي 20. وفي هنا برضو الكات فيش الامهات، حتة بتبقى عاملة 25، وبرضو في كات فيش هنشوفه تاني معانا يعني. معانا كات فيش الكبير، حاجات كبيرة امهات اللي عايز يفرغها، في حاجات مضرة كده برضو الحتة 25، في حاجات البينو وعين حمراء برضو 25، في حاجات صغيرة عاملة الجوز 15، في الألجا إيتر كده معانا دي حاجة 5 سنتي عاملة 35. معانا هنا برضو حاجات جرومي كبار، الحتة تبقى عاملة 20، حاجات كده للشغل على طول. هنا بقى جرومي الشبابات الجولد، الحتة تبقى عاملة 15. في هنا معانا برضو زبرات ألوان، حاجات مختلفة بينك وأزرق ورصاصي وأبيض وأصفر. مش هنا برضو الجوز عامل 15. معانا هنا بلاك ستوماس برضو كبير أسود، الحتة بتبقى عاملة 40. في حاجات بلاك ستوماس صغيرة في 15 و20، في بلاك ستوماس ألبينو دي الحتة بتبقى عاملة 20. هنا في تشكيلة زرع برضو كويسة، في حاجات أسعارها حلوة جدا من أول 5 جنيه ل10 ل15. ومعانا هنا شريمب، الأستاذ بشوي برضو يجيبها لنا، في شريمب ريتشري جوه، في برضو حاجات من أول 20 ل25 في الريتشري. هنا التشكيلة برضو تانية، في الموس معانا، في الجروفيليا، في الميروفيليوم، في برضو تشكيلة كويسة جدا من الزرع. في هنا الفايتر برضو الاليفانت اير، حاجات بلاتينيوم، وفي حاجات اللي هي تركواز، في حاجة زي اللي تحت كده اهو فايتر. برضو في حاجات 75، في حاجات 60 يعني. طبعا عندنا هنا كل منتجات شيلت، ودي اللي هو سيف، وهنا في اكل مستورد اهو استاذ ابراهيم هيكلمنا عنه. معانا برضو في حاجات اكاري كده، ده الاكاري الميكس، وفي الاكاري البلو للسيكليد، معانا هكاري الويفر للبليكو والحاجات اي سمكه زاحفه، معانا الدجانه، وفي النيو لايف سبيكتروم، معانا نيو لايف سبيكتروم للسيكليد. في هنا برضو كل انواع رويال معانا، الافريقي وسورد ومولي وامريكي، وكل حاجه موجوده هنا لشركه رويال معانا. طبعا الاسعار باينه على العلبه اهو، الاسعار باينه، الناس اللي بتسال على الاسعار. ومعانا الفيجا طبعا بتاع شيلد الجديد للحاجات، معانا هنا فيجا برضو بتاع شيلد طبعا، حاجات الشرسه الامريكي والافريقي يعني معانا. طبعا هنا برضو كل اكل شيلد معانا، البريميوم والباور الفاير والامريكان والافريكي والتترات والبريميوم والكوي والفايتر. ومعانا هنا طبعا برضو التترا اكل المستورد، ومعانا الديجينا البيزك القشور، ومعانا برضو التروبيكال البولندي، وفي هنا برضو معانا الهكاري الجولد، وفي الهكاري البلاد ريد. معانا برضو هنا السيرة الألماني طبعا للسيكليد الأفريقي، في هنا معانا دجانة للسيكليد تمام، في برضو دجانة الأشور، ومعانا هنا التروبيكال السبرولينا قراص، ومعانا قراص هنا السوبر فيت طبعا
وفي هنا الجي بي ال طبعا، كل منتجات جي بي ال في الاقراص. معانا الجي بي ال النباتي الفيجيتيريان، معانا الجي بي ال البروتين 50%، ومعانا هنا برضو في الدافانيا التروبيكال دي عشان الزرعات والحاجات الصغيرة. معانا هنا المكعبات الدود المجفف، معانا برضو هنا المكعبات الدود المجفف الكبيرة. تمام، في هنا برضو معانا السكينة البودر عشان الخلطات والزرعات. في هنا السكينة السيرة، في السكينة بريل. معانا هنا السكينة الخام المصري برضو منتج ممتاز. معانا السكينة هنا برضو أول مرة هنا عندنا فيتا، السكينة الأمريكي برضو ممتازة. في هنا برضو اسمدة جرين تانك، كل المجموعات بتاعة الزرع. وفي برضو الكربون عشان الطحالب اللي تبقى في الزرع عموما. في هنا برضو سور ديتيل معانا، في حاجات العادي كده معانا، وفي السانتا كلوز، في التوكسيدو، وفي برضو حاجات كده بتبقى عاملة هاي فين زي ما احنا شايفين السور الهاي فين. برضو في حاجات من 15 ل 25 ل 40. هنا كمان موجود عندنا كل مستلزمات الأحواض، الفلاتر والبمبات، وعندنا المواتير. طبعا المواتير في عندنا الروحين اهي، وفي روح واحدة ماشي. عندنا البار هيد، وعندنا حضانات اهي، وفي القمعة بتاع الديسكس. وفي عندنا اللمبة اهي. طبعا احنا بنشكر الاستاذ ابراهيم على استضافته لينا، ويعني نتمنى دعمكم من لايك وسبسكرايب، وهنسيب لكم رقم المحل ونسيب لكم العنوان. اللي عنده اي استفسار عن اي اسعار يقدر يكلم استاذ ابراهيم. شكرا، شكرا. باي باي. هنا معاكم كل الديكورات اللي موجوده في المحل.